تلاميذ سنة ثالثة ابتدائي، السلام عليكم. هذا اختبار الفصل الأول في مادة الرياضيات، النموذج الثالث، سنقوم بحله معا. إذا لدينا التمرين الأول، جد ضعف كل عدد. لدينا الأعداد 420، 103، 312. المطلوب هو إيجاد ضعف هذه الأعداد. إذا يوجد طريقتين، إما طريقة الجمع أو الضرب. نستعمل طريقة الجمع، ضعف 420، نكتب 420 ونضيف له نفس العدد 420. إذا 0 زائد 0 0، 2 زائد 2 4، 4 زائد 4 8. إذا ضعف 420 هو 804. هذه بالنسبة للطريقة الأولى. الطريقة الثانية، طريقة الضرب، نضربه العدد في 2، 420 ضرب 2. عملية الضرب دائما 2، نضربه في الصفر ثم 2 ثم 4. 2 ضرب 0 0، 2 ضرب 2 4، 2 ضرب 4 8. إذا نتحصل على نفس النتيجة، إما نستعمل الجمع أو الضرب لإيجاد الضعف. إذا 420 ضعفها 840، 103، إما نكتب 103 زائد 103 أو نقوم بعملية الضرب، 103 ضرب 2، 103 ضرب 2. عملية الضرب، 2 ضرب 3 6، 2 ضرب 0 0، 2 ضرب 1 1، 2. إذا ضعف 103 هي 206. نفس الطريقة بالنسبة لإيجاد ضعف 312، إما نكتب 312 زائد 312 أو نكتب 312 ضرب 2. 2 ضرب 2 4، 2 ضرب 1 2، 2 ضرب 3 6، ونجد 624. نتحصل على نفس النتيجة إذا استعملنا طريقة الجمع. إذا ضعف 420 840، ضعف 103 206، وضعف 312 624. ننتقل إلى التمرين الثاني. حول إلى الوحدة المناسبة. لدينا 4 كيلوغرام زائد 2000 غرام، كم تساوي من الكيلوغرام؟ 350 غرام زائد 600 غرام كم تساوي من زائد مجهول تساوي 1 كيلوغرام. 350 غرام زائد 600 غرام زائد مجهول تساوي 1 كيلوغرام. كم نضيف لنتحصل على 1 كيلوغرام؟ هنا لدينا 7 متر زائد 225 سنتيمتر تساوي كم تساوي من سنتيمتر؟ 5000 مليمتر كم تساوي من المتر؟ و 28 سنتيلتر زائد 34 ديسيلتر كم تساوي من السنتيلتر؟ هنا كذلك التحويل، 800 سنتيلتر كم تساوي من اللتر؟ دائما جمع المقادير أو تحويل المقادير نستعمل الجدول. إذا نبدأ ب، لدينا الغرام، الغرام نستعمل جدول الكتل. جدول الكتل فيه الميلي غرام أصغر وحدة، ثم سنتي غرام، ديسي غرام، ثم الغرام، ديكا غرام، هكتو غرام، والكيلوغرام. هذا جدول الكتل. إذا نقوم بالعمليات. أولا نكتب القيم، لدينا 4 كيلوغرام، نبحث عن الكيلوغرام، ها هي نقطة، نكتب 4 كيلوغرام. 2000 غرام، أين هي الغرام؟ ها هي، زائد، العملية نجريها في الجدول، 2000 غرام، ها هي غرام، نكتب 2000 من الوحدات ونصال، 2000 غرام، ثم نجمع 0 زائد 0 0 0 زائد 0 0 4 زائد 2 تساوي 6. إذا المطلوب كم تساوي من كيلوغرام؟ أين هي خانة كيلوغرام؟ ها هي، نحوط كل ما يأتي بجهة اليسار، إذا تساوي 6 كيلوغرام. كتبنا 4 كيلوغرام، كتبنا 2000 غرام في الجدول، أجرينا عملية الجمع في الجدول، وكتبنا النتيجة. ثانيا، لدينا 350 غرام، نبحث عن الغرام، 350، 0 5 3 زائد 600 غرام، ها
هاي غرام صافي اكتب 600 نجم 0 5 زائد 0 5 3 زائد 6 احسنتم 9 اذا هادو باثنين يساوي 950 غرام غرام 950 غرام كم نضيف لها لنتحصل على 1 كيلوغرام الذي يساوي كم يساوي من الغرام جيد 1000 غرام اذا عندنا 950 غرام زائد كم لتصبح 1000 غرام احسنتم نضيف 50 غرام 950 زائد 50 تساوي 1000 اذا 350 غرام زائد 600 غرام نضيف لها 50 غرام لتتحصل على 1000 غرام وهي 1 كيلوغرام نلتقي الى الثاني هنا لدينا 7 متر زائد 225 سنتيمتر كم تساوي من السنتيمتر اذا نستعمل جدول احسنتم جدول الاطوال جدول الاطوال دائما يبدا بالمليمتر ثم السنتيمتر ديسيمتر المتر ثم ديكامتر هكتومتر والكيلومتر نرسم جدول الكتل جدول الاطوال ثم بنفس الطريقة لدينا 7 متر نبحث عن المتر ها هي متر نكتب 7 زائد 225 سنتيمتر أين هي السنتيمتر ها هي 225 إذا الوحدات ونصات 225 5 2 2 نجي عمل الجمع 0 زائد 5 5 0 زائد 2 2 7 زائد 2 9 ثم نبحث كم تساوي من السنتيمتر هي سنتيمتر ونحوط من جهة اليسار حصلنا على 925 نواصل 5000 مليمتر هي مليمتر نقطة نكتب 5000 كم تساوي من المتر هي المتر ونحوط تساوي 5 إذا 5000 مليمتر تساوي 5 متر ثالثا لدينا سنتيلتر ديسيلتر سنتيلتر سنتيلتر إذا نحتاج جدول السعات نرسم جدول السعات مليلتر سنتيلتر ديسيلتر لتر ديكالتر والهكتولتر لا يوجد كيلولتر نفس الطريقة 28 سنتيلتر نبحث عن السنتيلتر نختار ونكتب 28 نضيف عملية زائد 34 ديسيلتر أين هي الديسيلتر ها هي نكتب 34 ونجمع 8 زائد 8 0 8 2 زائد 4 6 0 زائد 3 تساوي 3 إذا كم تساوي من السنتيلتر ها هي السنتيلتر 368 تساوي 368 سنتيلتر نواصل 800 سنتيلتر دائما نبحث عن السنتيلتر نقطة ونكتبها في جدول كم تساوي من اللتر ها هي اللتر ونحوط تساوي 8 وهكذا حولنا جميع المقادير وأجرينا كذلك عملية الجمع دائما في الجدول إذا حولنا استعملنا جدول الكتل لما نرى المتر نستعمل جدول الأطوال ولما نرى السنتيلتر نستعمل جدول السعات ننتقل إلى التمرين الثالث عفوا هنا الثالث أوجد العدد المطلوب لدينا 500 7 وحدات 8 عشرات 14 3 وحدات 19 800 2 وحدات 15 600 9 وحدات
13700 4 وحدات. إذن لدينا وحدات عشرات والمئات، وحدات عشرات المئات. وحدات كم لدينا من وحدة؟ 7 وحدات، نكتب 7. عشرات 8 عشرات، نكتب 8. مئات 5 مئات. نواصل، وحدات 3، عشرات 4، مئات لا يوجد. نواصل، وحدات عشرات مئات، وحدات عشرات مئات. إذا لدينا وحدات 2، عشرات 9، مئات 8. وحدات 9، عشرات 5، مئات 6. وحدات عشرات مئات، وحدات عشرات مئات. وحدات لا يوجد، 0. عشرات 3 عشرات، 700. وحدات 4 وحدات، عشرات لا يوجد، 100. 900. إذا لدينا وحدات لا يوجد، 3 عشرات، 700. 4 وحدات، 900. 10 لا يوجد. 2 وحدات، 9 عشرات، 800. 9 وحدات، 5 عشرات، 600. لدينا 7 وحدات، 8 عشرات، 500. 3 وحدات، 4 عشرات، لا يوجد، 100. التمرين الرابع، املأ الفراغ بالعبارة المناسبة. لدينا فراغات، املأها بالعبارة المناسبة. إما نكتب على نفس الاستقامة، أو نكتب ليست على استقامة واحدة، أو نكتب متوازيتان أو متعامدتان حسب المعطيات. لدينا الشكل، نقرأ القطعتين AB و DC كيف هما؟ النقاط ADMON كيف هما النقاط؟ القطعتين AB و BC كيف هما؟ والنقاط AMC كذلك كيف هما هذه النقاط؟ إذا نبدأ، القطعتين AB و DC أين هما القطعتين AB؟ لدينا هذه A هي النقطة، M هي النقطة، O هي النقطة. AMO هي النقاط، بينما ND مثلا هذه قطعة مستقيمة، BC قطعة مستقيمة، AM قطعة مستقيمة، AB قطعة مستقيمة. ولكن لما نقول MON هي نقاط، إذن هنا لدينا القطعتين AB، هي القطعة AB و DC، والقطعة DC، DC. القطعتين AB و DC كيف هما؟ هل هما متوازيتان أم متعامدتان؟ أحسنتم، متوازيتان، نكتب متوازيتان. إذن القطعتان AB و DC متوازيتان. ثم ننتقل إلى النقاط. النقاط A هي النقطة A، D نقطة D، أين هي نقطة D؟ نقطة M هي نقطة O، ونقطة N. إذن ها هي النقاط A M O N D. كيف هي النقاط؟ هل هي على نفس الاستقامة أم ليست على استقامة واحدة؟ نستعمل المصداق، إذا استطعنا أن نربطهم في نفس السطر نقول أنهم على نفس الاستقامة، إلا بنستطع نقول ليسوا على نفس الاستقامة. نلاحظ أن النقاط A, M, O, N, D هي نستطيع أن نرسم خط مستقيم يربطهما جميعا. إذا نقول على النقاط، أحسنتم، أنهما على نفس الاستقامة، النقاط على نفس الاستقامة. نفس الاستقامة، لماذا؟ لأن استطعنا أن نربطهما بمستقيم واحد. نواصل، القطعتين AB و BC، نعين قطعتين AB و BC. قطعتين AB ها هي والقطعة BC، BC قطعة BC والقطعة AB، قطعة AB
القطعان كيف هما قطعتان؟ القطعتان يشكلان زاوية قائمة. إذا نقول أن القطعتان أحسنتم متعامدتان. القطعتان متعامدتان، قطعة A B و B C متعامدتان يشكلان زاوية قائمة. النقاط ثم ننتقل إلى نقاط أخرى. نقطة A، نقطة A، نقطة M هي A M، والنقطة C. إذا استطعنا أن نربطهما معا في مستقيم نقول أنهما في على نفس الاستقامة، إن لم نستطع نقول ليسوا على نفس الاستقامة. لاحظ أن A M نستطيع أن نربطهما، لكن لا نستطيع أن نربط جميع ثلاث النقاط. نستطيع أن نربطهما جميعا في نفس المستقيم مثل هكذا. إذا نقول أن النقاط ليست على استقامة واحدة. إذا نراجع، لدينا القطعة المستقيمة AB والقطعة المستقيمة DC متوازيتان. لدينا القطعة المستقيمة AB والقطعة المستقيمة BC قطعتان متعامدتان. كذلك لدينا نقاط A M O N D نستطيع أن نربطهما معا. نقاط A M O N D على نفس الاستقامة، بينما نقاط A M C ليسوا على نفس الاستقامة لأننا نستطيع ربطهما جميعا في نفس المستقيم. الوضعية الإدماجية، إذا الوضعية الإدماجية، غرس فلاح 326 شجرة زيتون، و143 شجرة مشمش، و86 شجرة ليمون. سؤال: احسب العدد الإجمالي للأشجار المغروسة. بعد مدة لاحظ الفلاح أن 15 شجرة من أشجار الزيتون المغروسة يبست. سؤال ثاني: كم عدد أشجار الزيتون غير المتضررة؟ إذا الفلاح لديه أشجار، أشجار الزيتون، أشجار المشمش، وأشجار الليمون. لديه 326 شجرة الزيتون، مشمش لديه 143، بالنسبة لليمون لديه 86 شجرة، ثلاث أنواع من الأشجار. سؤال أول: احسب العدد الإجمالي، العدد الكلي لأشجار المغروسة، معناها كل الأشجار. نقوم بعملية، أحسنتم، عملية الجمع. دائما الوضعية الإدماجية الحل هو يكون على هذا الشكل، نكتب الحل، من هنا نكتب الأجوبة. هنا العمليات، ثم المطلوب هو احسب العدد الاجمالي، معناه عدد الكلي، معناه عدد كل الاشجار، اشجار الزيتون، اشجار المشمش، واشجار الليمون. اذا نكتب اشجار الزيتون لديه 326 شجرة زيتون، لديه 143 شجرة مشمش، ولديه 86 شجرة الليمون. نجمعهما جميعا لتحصل على العدد الإجمالي. نقوم بالعملية عمودية، 326 زائد 143 زائد 86. إذا 6 زائد 3 تساوي 9، 6 زائد 6 7 8 9، 9 نضيف لها 6 9 10 11 12 13 14 15، إذا تساوي 15. نكتب 5 نحتفظ بال10. 2 زائد 4 6 نضيف لها 8، 6 نضيف 8 6 7 8 9 10 11 12 13 14 والواحد 15. نحتفظ بال10. 3 زائد 1 4 والواحد 5. إذا تحصلنا على 555. نكتب النتيجة أفقية، ثم نجيب عن السؤال. السؤال يقول احسب العدد الإجمالي لأشجار المغروسة. نجيب العدد الإجمالي،
للأشجار. مغروستي كم يساوي؟ 555 شجر. إذن أجبنا عن السؤال الأول. نواصل. بعد مدة من الزمن لاحظ الفلاح أن 15 شجر من أشجار الزيتون المغروسة يابست. إذن الأشجار نوع الأشجار الذي يابست هي أشجار الزيتون وليس المشمش وليست الليمون، أشجار الزيتون. كم عدد أشجار الزيتون غير متضررة، معناها التي بقيت صالحة؟ إذن كم كان لدينا من أشجار الزيتون؟ نبحث في النص. غرس فلاح 326 شجرة زيتون. كان لدينا 326 شجرة زيتون. بعد مدة لاحظ أن 15 من أشجار الزيتون فسدت يابست. إذن من 326 يابست 15. كم عدد أشجار الزيتون غير المتضررة، معناها الصالحة أو الباقية؟ كانت لديه 326، يبست منها 15، كم بقيت؟ أحسنتم، عملية الطرح. نكتب عدد أشجار الزيتون التي كانت لديه 326، التي يبست عددها 15 غير متضررة، معناها التي بقيت صالحة، بقيت عملية الطرح. إذا 326 ناقص 15، نجري العملية عموديا، ناقص 15. دائما نبدأ بالوحدات. 6 ناقص 5، أحسنتم، 1. 2 ناقص 1، 1. 3 ناقص 0، 3. إذا بقيت 311 شجرة. نجيب عن السؤال. السؤال هو كم عدد أشجار الزيتون غير المتضررة؟ الإجابة تكون عدد أشجار الزيتون غير المتضررة، عدد أشجار غير المتضررة كم أصبحت تساوي؟ جيد، 311 شجرة. إذا نعيد شرح الوضعية. الوضعية كانت تقول لنا أن فلاح كانت لديه غرس 326 شجرة زيتون، وغرس أشجار المشمش، وغرس أشجار الليمون. السؤال الأول، احسب عدد الإجمالي للأشجار مع عدد كل الأشجار، معنى عدد كل الأشجار. إذا جمعناهم جميعا وجدنا 555 شجرة. ثم من بين أشجار الزيتون فقط، وليس كل الأشجار، من بين أشجار الزيتون التي كانت لديه 326 يبست 15، كم بقيت أو ما هو عدد الأشجار الغير متضررة الباقية؟ وجرينا عملية الطرح، 326 ناقص 15 وجدناهم 311. وهكذا انتهينا من حل الوضعية وكذلك الاختبار. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم الجديد. إلى اختبار قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.